أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا مزيكا جميل من نماذج تحت الهواء. صديقتنا الجميلة رغم بترها السقاية تتمتع بقدر كبير من الرشاقة والجميل، بتعيش حياتها على ساق واحد. رفضت الاستسلام لليأس، قررت إن هي تواجه العار بكل شجاعة. تغرس صديقتنا الجميلة بين العقول، تعيش حياتها. تحديات كتير بتقابلها، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها قادرة على تخطيها. على ساق واحد صديقتنا الجميلة تعيش حياتها وتمارس مهامها اليومية بكل شجاعة. إيمانها بقدراتها الخاصة وثقتها بنفسها، بجانب تمتعها بقدر كبير من الجمال والذكاء والرشاقة، ساعدها كتير في تخطي هذه العقبة. بالأمل والإصرار والعزيمة تقدر تتخطى أي صعاب وتواجه أي إعاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل من تحت العقبة. رفضت الاستسلام لليأس، قررت تعيش حياتها بالطريقة اللي تساعدها.